مساحتي الكرامي من سويدا إلا إيد وحدي، ما في علم يفرقنا، ما في طائفة يفرقنا ولا دين، نحن شعب سوري واحد، كلنا إيد وحدي، وما بنرضى غير بإسقاط النظام، النظام اللي قصف المدن، قصف المدن بالكيماوي، اللي شرد أهلنا، اللي شرد صرنا لاجئين في كل دول العالم. كان السوري أشرف إنسان، وكان أرقى إنسان، وكان أحلى إنسان. اليوم نحن هون كلنا إيد وحدة، شعب السوري واحد، ما منقول غير عاشت سوريا ويسقط بشار الأسد، عاشت سوريا ويسقط بشار الأسد. ونحن مع القرار 2254 ما نتراجع، وما بدنا أجنبي على أرض سوريا، ما بدنا أجنبي. نحيي كل شعب سوريا، ونقول له إنه نحن النساء هناك أحرار السويدة، نحيي فراء سوريا كلها على طريق النصر وطريق حريتنا. ومن هالساحة مش طالعين، يا منموت سوا يا منعيش سوا، نحن كل السوريين.